الله سبحانه وتعالى هو الرب. الله سبحانه وتعالى وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين. حكا أبرم ريكا فضل آوي رب الله سبحانه وتعالى جمبوك نيوم رباقات كمين بي. تربية للظاهر بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق. كا أبرم تيموي نو كان كراو كي الله سبحانه وتعالى بان فضل رزقي آوي كنيوم رباقات هاي نن فضل آوي كربيان آوي كي. وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نبي